اهلا ومرحبا بكم. الفيديو هذا سبيسيالمون لزوز اخوات عندهم برشا مده لا محاله، لحوا عليا وطلبوا مني القهوه العربي كيفاش نعملوها في الدار للي في الغربه، سبيسيالمون للي في الغربه. كانكم تعيشوا في تونس ما تغزروش للحكايه هذه، نمشيو نشوفوا الطريقه نتاع التوانسه العاديه اللي هي كيلو قهوه هكايا، ياخذوا كيلو قهوه هكا يعرجوها ومعاها فما شكون يحط قد القهوه قد الحمص، حمص تاخذوه شايح وتعرجوه على النار للي يكحال، وفما شكون يحط رطل وفما شكون يحط نص رطل حمص على القهوه انت والتكست معناها القوه اللي يحبوها. فما شكون يحبوها خفيفه يعني شطر حمص شطر قهوه، وفما شكون اللي يحبوها متوسطه فما شكون يحبوها قويه. حاسيلو انا لهنا خديت نسيت شو نقولكم، ومعاها قشور البرتقال ومعاها التابل، يختابل كعب الكزبر يعني تابل كعب 50 غرام على الكيلو، 50 غرام كزبر تابل على الكيلو متاع القهوة كيف كيف، يتعرج مع الحمص والقشور البرتقال والقهوة مع بعضهم ويطرحها مع بعضهم. وفما شكون يعمل الشعير، اي نعم الشعير، قهوة الشعير ياسر ياسر بنينة، القهوة البن ذيك بتاعنا المدششة اللي فيها تلقاو فيها طروف هكا طويلة وما تفهموهاش شنية، هذيك بالشعير. الشعير تشريه كما هو، تنظفه وتغسله وبعد تعرجه مليح كما تعرج الحمص وترحيه كما الحمص. جربوها وقولوا لي، كنت في تونس عملتها جربتها ياسر بنينه، وهي القهوه البن نتاعنا. هوني خديت القهوه هذه، مشيت البارح المغازنا شريت القهوه هذيا وعديتها كيما هكا، شريت خليت لكم هذا ما رحيتوش، عديتها على الماكينه. اللي يعيشوا لبرا منين يلقاو يشريوا القهوه يلقاو بجنبها الماكينه نتاع الحال قهوه، تشري الكونتيتي اللي تحب عليها. مثلا انا هوني خديت 100 غرام هيا في الساشي هذي، عبيت في الساشي 100 غرام قهوة وبعد صبيتها في الأباري رحيتها وهبطت لي المرحية هكا. بون يزلنا نعرجوها ولا ما نعرجوهاش، انا طوبش نعرجهم مع بعضهم. وخذيت 100 غرام القهوة هذي رحيتها، اوكي جوست باش وريتكم هوني المنظر نتاعها ما عادش حاجنا طو صحي. هذي 100 غرام القهوة هذي عليها 25 غرام حمص، هوني مش باش نعملها خفيفة برشا باش نقويها هكا، اما خففت في الحمص حطيت ربع الكمية حمص، معني 100 غرام قهوة على 25 غرام حمص. تنجمو تحطو 50 غرام، تنجمو تحطو 75 غرام، كيما تنجمو تحطو زادا كيف كيف 100 غرام، يرجعلكم ليكم انتوما. هوني الحمص خذيت الحمص المرحي متاع الغريبة، وريتكم الحمص المرحي متاع الغريبة، هوني لقيت الحمص وتو نقولكم شنو باش نعملو. وخذيت هوني 7 غرامات قشور البرتقال مرحيين، ديجا انا رحيتهم من قبل وقلت لهم امورهم. هذاك اش خديت التابل ما حطيتش فيها التابل هنا، اذا متوفر عندكم تابل مغرفه صغيره معني على 100 غرام باش تحط مغرفه صغيره لا اكثر لا اقل. توا باش المقله نتاعي حطيتها تسخن على النار باش نعرج توا الحمص وبعد نخلط عليه القهوه وبعد نخلط عليه قشور البرتقال. يجيو معايا وشوفوا كيفاش نعمل. باش ناخذ الحمص هكايا ونعرجه، هو هكا والريحه بدات تطلع. هو ديجا الحمص هذايا معرج بطبيعته، اما مش بالطريقه اللي نستعملوها للقهوه، خاطر الحمص نتاع القهوه ما نطيبوهش، جوست يبدا ني ونعرجوها كيكا اللي يكحل ويولي اكحل. هوني انا جوست حشتي بالنكهه نتاعو، وعلى فكره الاستوس هذه نعملها قبل ما نعمل الغريبه، كي تبدا في دقيق الحمص يبدا عندي فاتح نعرجه شويه هكا على النار باش يخرجك النكهه اللي فيه والريحه اللي فيه ويعطيني لون اغمق شويه، الغريبه تجيني غامقه. هذه قهوتنا التونسيه. بون باش بالطريقه هذه طريقه باش تقرب لكم للقهوه العربي بتاعنا اللي نحبوها. وجربوا قهوه الشعير ياسر 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 بنينه. وطوا باش نحط القهوه نعرجها، طوا بعدتها على النار باش ما تصيرليش حريق، القلايه ديجا سخونه مستحفظه بالسخانه نتاعها بالكدا. طوا باش نحط قشور البرتقال، وطوا طلعت ريحة القهوة بقشور البرتقال، حسيلو تحس فما نكهة الزهر، نتعبش تزيدها شوية زهر. هذه هي وكان نكملو التابل، التابل زادا كيف كيف يفوح على الأخر، 5 غرامات راهم يفوحو. هوني حطيتها في حاجة أخرى، طوا باش نحط باش نبدا نهز بالمغرفة ونحط في الرحاء باش نرحيهم باش يتخلطوا مع بعضهم وتتنحك الالوان هذيك الزايده. وتمتزج النكهات بسم الله.
ونكمل نرحيها بنفس الطريقة ونوريكم في الآخر كيفاش وليت. وهذه القهوة متاعها هي حضرت، ريتوا لونها، جبت لكم حسيرة بحذاها باش تراو اللون متاعها. هذا لون القهوة البن متاعنا، كما قلت لكم تحبوا على نكهة تعززها أكثر قهوة الشعير، ياسر ياسر بنينة. القهوة البن هي أرخص قهوة في تونس، هذيك القهوة البن اللي تباع بكويتها حمرا، نسيت حسيلو فما ماركات نتصور فيها وكل حسيلو. هذه هي القهوة باش نطيبوا بها كويس، قهوة نعملوا بها كويس، قهوة عربي. ما عملت معاها جاتو بالبرتقال، ان شاء الله نخليكم الوصفة في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. وعلى كيفكم، كل واحد يطيب على كيفه مع قطر أزهر يا عمري. ما شاء الله. والقهوة العربي بتاعي حضرت، ها هي ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. عملت معاها خبز برتقال، خليه لكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. هذه هي وصفتي كانت لليوم، ان شاء الله مرة جاية نعمل لكم القهوة على اصولها بالحمص والتابل والشعير، ناخذ لكم نعمل لكم قهوة، قهوة الشعير زادة بنينة بنينة وفيها فوائد، الشعير فيه برشا فوائد. وفي حلقة أخرى وصفة أخرى إن شاء الله. بسلامة.